بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في المحاضرة السادسة والأخيرة من المجال المفاهيمي الأول، الشبكة المحلية. إذا تطرقنا فيما سبق لكل من تقنية المعلومات وتجميع الحاسوب، ثم إلى مراحل تنصيب نظام التشغيل والتحكم فيه باستعمال لوحة التحكم، وأيضا حمايته باستعمال مضادات الفيروسات. سنتطرق في هذه المحاضرة النظرية إلى الشبكة المحلية. إذن الكفاءة المستهدفة هي التعرف على طريقة إعداد الشبكة المحلية واستغلالها. إذن سنقوم أولا بتعريف مفهوم الشبكة وفوائد استعمالها، ثم نقوم بتصنيف الشبكات باستعمال عدة معايير، منها وسيلة الربط، الامتداد الجغرافي، العلاقة الوظيفية، وأيضا طوبولوجيا الربط. ثم سنقوم بعرض المكونات المادية اللازمة لإنشاء شبكة، وفي الجانب التطبيقي سنقوم بالتعرف على مراحل إعداد شبكة واستغلال الموارد المشتركة فيها. إذا نبدأ أولا بمفهوم الشبكة. إذا الشبكة هي عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسوب متصلة ببعضها البعض بغرض إما التواصل وتبادل المعلومات أو مشاركة واستخدام الموارد، وتكون مكونة على الأقل من جهازين فأكثر. إذن للشبكة عدة فوائد: أولا مشاركة المعطيات والمعلومات، ثانيا أيضا مشاركة التطبيقات بحيث يمكن تثبيت برمجية أو تطبيق على حاسوب يسمى الخادم، ويقوم حواسيب أخرى باستغلال هذه البرمجية في الشبكة. أيضا من فوائد الشبكة هي مشاركة الأجهزة مثل الطابعات والماسحات الضوئية والأقراص مثل قرص الصلب المضغوط أو فلاش USB. للشبكات أيضا فائدة كبيرة في الاتصالات، بحيث تسهل الاتصالات مثل خدمات البريد الإلكتروني، الرسائل الفورية، وأيضا مختلف أدوات التواصل الاجتماعي. يمكن أيضا الاستفادة من الشبكات في الأمن، بحيث يحتاج المستخدم لحساب خاص للدخول إلى الشبكة، ويقوم باستعمال اسم وكلمة مرور للولوج إلى الموارد. كما يمكن أيضا منع بعض المستخدمين للدخول إلى الشبكة بصفة كلية. أيضا الفائدة الكبيرة من استخدام الشبكات هي أنها تتيح الولوج إلى الإنترنت، بحيث يمكن للمستخدمين الولوج إلى هذا العالم الافتراضي واستغلال كل مزاياه. إذا هذا فيما يخص فوائد الشبكة. ننتقل الآن إلى تصنيف الشبكات. إذا تصنف الشبكات عدة معايير. إذا في هذا العرض سنقوم بتصنيفها حسب 4 معايير رئيسية. أولا وسيلة الربط، أو الوسيلة التي يتم من خلالها ربط الأجهزة. ثانيا الامتداد الجغرافي، أو مدى كبر هذه الشبكات. ثالثا العلاقة الوظيفية، أو علاقة الحواسيب ببعضها البعض داخل نفس الشبكة. وفي الأخير طوبولوجيا الربط، أي الطريقة التي تمت من خلالها ربط هذه الحواسيب في الشبكة. إذا نبدأ بالمعيار الأول وهو وسيلة الربط. إذا في هذا المعيار عندنا صنفين من الشبكات، إما شبكات سلكية أو شبكات لاسلكية. إذا نبدأ أولا بالشبكات السلكية. إذا هي شبكات تستخدم الأسلاك لإيصال ونقل المعلومات. مثال عن هذه الأسلاك هو السلك الملتوي أو بير تورسادي كما تلاحظون هنا في هذه الصورة. أيضا عندنا السلك المحوري أو كابل كواكسيال، أو الألياف البصرية لا فيبر أوبتيك. إذا النوعين الأولين هما ذو طبيعة نحاسية، بينما النوع الأخير أي لا فيبر أوبتيك تستعمل التقنية البصرية أو الضوئية. إذا الفرق بين هذه الأسلاك هو في المسافة التي يمكن أن تصل لها الإشارة قبل أن تضعف. مثلا في النوع الأول أو السلك الملتوي، الإشارة يمكن أن تصل إلى مسافة 100 متر ثم تبدأ تضعف. في السلك المحوري المسافة تكون أكثر قليلا، أما في الألياف البصرية فالمسافة يمكن أن تصل إلى 1 كيلومتر أو حتى 10 كيلومتر. في الشبكات اللاسلكية، هنا هذه الشبكات تستخدم رابط لاسلكي، مثلا شبكات الواي فاي، إشارات الراديو،
والأشعة تحت الحمراء انفراروج، وأيضا الأقمار الصناعية لتبادل المعلومات. إذا هنا لا يوجد وسيط ربط حقيقي، وإنما الإشارة يتم إرسالها في موجات الراديو في الهواء. عند مثلا هنا تلاحظون هوائي يقوم بإرسال الموجات، أيضا يمكن أن يكون ساتلايت يقوم بإرسال الموجات، ويتم استقبال هذه الموجات باستعمال إما الهوائيات أو بطاقات شبكة لاسلكية مثل بطاقة شبكة واي فاي. إذا هذا فيما يخص المعيار الأول، وسيلة الربط. ننتقل إلى المعيار الثاني، وهو الامتداد الجغرافي أو مدى كبر هذه الشبكات. إذا عندنا النوع الأول وهي الشبكات الشخصية أو Personal Area Network PAN. إذا هي شبكات تستعمل في البيت وتربط أجهزة القريبة من بعضها البعض. أفضل مثال على هذا النوع من الشبكات هو جهاز الحاسوب نفسه. لو تذكرتم في المحاضرة الثانية من تجميع الحاسوب، كنا ربطنا كل أجهزة الإدخال والإخراج في الوحدة المركزية، مثلا الطابعة، الماسح الضوئي، السماعات، وأيضا الشاشة تم ربطها بالوحدة المركزية. إذا هذه الشبكة يمكن اعتبارها شبكة شخصية. النوع الثاني الشبكات المحلية أو Local Area Network LAN، وهي الأكثر استعمالا. إذا هي شبكات تستخدم لتغطية أماكن محدودة وصغيرة، مثل مثلا مكتب، مخبر للتدريس، أو مقهى إنترنت، أو حتى مبنى بكامله. النوع الثالث وهي الشبكات الإقليمية أو Metropolitan Area Network. إذا هي شبكات تستعمل في ربط مناطق جغرافية أوسع قليلا، مثلا مثل مدينة بأكملها أو جامعات وثانويات كبيرة. إذا ما دام أن الرقعة الجغرافية أكبر قليلا، عادة تستعمل الألياف البصرية كوسيط للربط. والنوع الأخير وهي الأكبر، وهي الشبكات الواسعة أو Wide Area Network WAN. إذا هي شبكات تستعمل في أماكن أوسع، مثلا لربط بلدان، قارات، أو الأرض بأكملها. وأكبرها على الإطلاق هي شبكة الإنترنت التي حولت العالم إلى قرية صغيرة. إذا تلاحظون هنا في هذه الصورة التوضيحية مدى امتداد مختلف هذه الشبكات. مثلا عندنا الشبكات الشخصية أو بان، امتدادها يكون من 1 إلى 10 متر. الشبكات المحلية أو لان يكون امتدادها من 10 متر إلى غاية 1 كيلومتر، وبإمكانها ربط مبنى بأكمله. ثم عندنا الشبكات المحلية أو مان، يكون امتدادها من 1 كيلومتر إلى غاية 100 كيلومتر، ويمكنها ربط مباني مختلفة على رقعة مدينة مثلا. وفي الأخير الشبكات الواسعة أو وان، بحيث يكون امتدادها أكثر من 100 كيلومتر، ولها القدرة على ربط بلدان، قارات، وحتى العالم بأكمله. كما سبق وذكرنا شبكة الإنترنت أفضل مثال على هذا النوع من الشبكات الواسعة. ننتقل الآن إلى المعيار الثالث، وهو العلاقة الوظيفية بين الحواسيب في نفس الشبكة. إذا هنا عندنا صنفين من الشبكات، إما شبكة الخادم والزبون كليون سيرفر، أو شبكة النيد للنيد أو بير تو بير. إذا نبدأ بالنوع الأول الخادم والزبون. إذا تتكون هذه الشبكة من حاسوب أو أكثر ذو خصائص تقنية جد عالية، مثلا سرعة معالج كبيرة وسعة تخزين وذاكرة جد واسعة، يسمى الخادم أو سيرفر. في الجانب الآخر عندنا مجموعة من الحواسيب تسمى الزبائن أو الكليون، بحيث يقوم الخادم بتزويد هذه الزبائن في الشبكة بمختلف الخدمات والموارد استجابة لعرائض أو طلبات المقدمة من طرفهم. إذا تلاحظون هنا مثال بسيط عن شبكة خادم زبون كليون سيرفر، بحيث عندنا خادم ويب أو سيرفر ويب يقوم بعرض مواقع الويب، وعندنا زبون ويب أو كليون يقوم بطلب تصفح مواقع، بحيث يقوم بإعطاء الطلبات عبر الشبكة لهذا الخادم، والخادم يقوم بعرض الصفحات المطلوبة. النوع الثاني النيد للنيد أو بير تو بير. إذا هي شبكة تتكون من حواسيب عادة ما تكون بنفس الخصائص التقنية، بحيث يمكن لأي حاسوب عضو في هذه الشبكة أن يكون خادم وزبون في نفس الوقت أو بالتناوب.
مثال على هذه الشبكات مثلا مخابر الإعلام الآلي وأيضا مقاهي الإنترنت. إذا تلاحظون هنا مثال بسيط عن شبكة ند للند، بحيث عندنا حاسوبين متصلين ببعضهم البعض، أحد هذه الحواسيب متصل بطابعة. إذا هنا مثلا الحاسوب يقوم بتوفير خدمة مشاركة الملفات للحاسوب الأول، وفي نفس الوقت يقوم باستغلال خدمة مشاركة الطابعة التي يوفرها الحاسوب الآخر. في نفس الوقت هذا الحاسوب يقوم بتوفير خدمة الطباعة، وفي نفس الوقت يقوم باستغلال خدمة مشاركة الملفات من الحاسوب الآخر. إذا تلاحظون هنا أن الحاسوبين في نفس الوقت يقدمان خدمة، وهما في نفس الوقت زبائن لخدمة أخرى. ننتقل إلى المعيار الأخير وهو توبولوجيا الربط. إذا توبولوجيا أو تشكيل الربط هي الطريقة التي يتم من خلالها توصيل حواسيب الشبكة الواحدة ببعضها البعض، ويمكن تصنيفها إلى 3 أصناف رئيسية. إذا عندنا الصنف الأول توبولوجيا الباص أو باص توبولوجي، الصنف الثاني هي توبولوجيا الحلقة أو رينج توبولوجي آنو بالفرنسية، والنوع الثالث هو توبولوجيا النجمة أو ستار توبولوجي إطوال بالفرنسية. إذا نبدأ بالنوع الأول وهو توبولوجيا الباص أو باص توبولوجي، يسمى أيضا هذا النوع بالتشكيل الخطي. إذا في هذا النوع تكون أجهزة الشبكة متصلة بخط توصيل واحد كما تلاحظون هنا في هذه الصورة. من عيوبها أنه إذا انقطع خط التوصيل فإن كل الشبكة تتوقف، ولكن من جهة أخرى من إيجابياتها أنها سهلة الإنجاز وغير مكلفة. النوع الثاني أو توبولوجيا الحلقة أو رينج توبولوجي، في هذا النوع من الشبكة يتم ربط الأجهزة على شكل حلقة كما تلاحظون هنا في هذه الصورة، بحيث يتم توصيل كل جهاز بالجهاز المجاور له مع إيصال الجهاز الأخير مع الأول، ويكون لكل واحد منها دور في الاتصال حسب ترتيبها، بحيث تتم عملية نقل البيانات من المرسل إلى المستقبل عبر خط الاتصال مرورا بجميع الأجهزة الأخرى باتجاه عقارب الساعة. إذن مثلا إذا أراد هذا الجهاز الاتصال بهذا الجهاز سيقوم بإرسال الرسالة عبر الحلقة في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تصل إلى الجهاز المعني. إذن من عيوب إذا انقطعت الحلقة لا يمكن إيصال الرسائل لجميع الحواسيب. لذا ظهر النوع الأخير وهو توبولوجيا النجمة، وهو الأكثر استعمال حاليا. إذا في هذا النوع من الشبكات تتصل كل أجهزة سواء حواسيب أو طابعات إلى آخره بوحدة توصيل مركزية تسمى المحول أو الموزع. إذا في هذا النوع من الشبكات تم استحداث أجهزة خاصة بالشبكة تسمى الموزعات لهاب أو المحولات، بحيث نقوم باستخدام كابل مستقل لكل جهاز نحو الموزع أو المحول. إذن هنا لم يبقى استعمال وسيط أو خط توصيل واحد، وإنما خط توصيل لكل جهاز على حدة، بحيث يتم إرسال العرائض والبيانات إلى وحدة التوصيل المركزية التي تقوم على تحويلها إلى الحواسيب الأخرى. إذا قلنا عندنا عدة أنواع من هذه الأجهزة الخاصة بالشبكة، أولها أو التي ظهرت أولا هي الموزعات أو الهاب، بحيث الهاب يقوم بإرسال العارضة إلى كل أجهزة الشبكة فيتم استقبالها من الجهاز المعني ويرفضها الآخرون. إذا نلاحظ أنه هنا في هذا النوع من الأجهزة فيه مشكل أمني، لأنه مثلا هذا الجهاز إذا حب يرسل إلى الجهاز هذا فإن الموزع أو الهاب يقوم بإرسال الرسالة إلى جميع الحواسيب الأخرى بحيث يرفضها الآخرون، ويقوم باستقبالها أو قبولها فقط من الجهاز المعني. لذا ظهرت النوع الثاني أو المحولات أو السويتش، بحيث يمكن اعتبار المحول كأنه هاب أو موزع ذكي، بحيث يقوم بالتعرف على جميع عناوين الأجهزة في الشبكة ويقوم بإرسال الرسالة فقط إلى الجهاز المعني. مثلا لو أراد هذا الجهاز الاتصال أو إرسال رسالة بهذا الجهاز، المحول يقوم بإرسال الرسالة فقط إلى هذا الحاسوب. أيضا توجد أجهزة أخرى خاصة بالشبكة هي الموجهات أو الروتر، بحيث لها القدرة على ربط شبكات غير متجانسة وذو طبيعة مختلفة، مثلا ربط شبكة سلكية مع شبكة لا سلكية، أو أيضا ربط شبكة محلية لان مع شبكة واسعة وان مثل الإنترنت.
هذا كل ما يخص تصنيف الشبكات باستعمال المعايير الأربعة. إذن ما هي المكونات المادية اللازمة لإنجاز شبكة؟ إذن لنتمكن من إنجاز شبكة من نوع طوبولوجيا النجمة سلكية أو لا سلكية، يجب توفر الأجهزة أو التجهيزات التالية. إذن سنحتاج على الأقل حاسوبين يكونان مزودين ببطاقات شبكة إما سلكية أو لا سلكية. سنحتاج أيضا المحول أو المبدل سويتش. نحتاج أيضا إلى كابلات التوصيل في حالة ما إذا أردنا إنجاز شبكة سلكية، بحيث هذه الكابلات يجب أن تتوفر على وصلات RJ 45. وأيضا يمكن أن نستعمل آلة الضغط الكبس بانس أسيرتير لوضع هذه الوصلات في الأسلاك، لكن في الغالب هذه الأسلاك أصبحت تباع مجهزة بالوصلات اللازمة. وأيضا إذا أردنا ربط هذه الشبكة المحلية بشبكة الإنترنت، يجب أن نستعمل ما يسمى الموجه أو الراوتر لوغوتور. إذا تلاحظون في هذا الرسم البياني نموذج لشبكة محلية بسيطة. إذا هذه الشبكة تحتوي على حاسوبين محمولين، أحدهما متصل بطابعة والحاسوبين متصلين براوتر أو ما يسمى بـ ICR، بحيث تكون فيه خاصية التوجيه راوتر، خاصية التحويل سويتش، وأيضا خاصية الـ Access Point أو نقطة الوصول إلى الواي فاي. مثلا هنا تلاحظون أنه عندنا هاتف ذكي متصل بالواي فاي إلى الشبكة باستعمال هذا الراوتر. أيضا يمكن باستعمال الراوتر إيصال هذه الشبكة المحلية إلى شبكة إنترنت خارجية. إذن هذا كل ما يخص هذه المحاضرة النظرية. في العمل التطبيقي سنقوم بالتعرف على مراحل إعداد الشبكة وطريقة استغلال الموارد المشتركة بها. إذن في هذا التطبيق سنحاول محاكاة العملية وليس القيام بها بشكل فعلي، بحيث سنقوم باستعمال النظام الحقيقي ونقوم بإيصاله بالنظام الافتراضي الذي قمنا بتنصيبه من قبل. إذن هذا كل ما يخص هذه المحاضرة النظرية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.